بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 13 في قراءة والتعليق على كتاب ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال، تأليف الشريف الشيخ عباس السيد فاضل الحسني السامورائي العراقي النقشبندي الأشعري الشافعي، مؤسس المدرسة الربانية بالعراق، رحمه نفعنا الله بعلومه وحسن خواتيمه وخواتيمنا في الدارين، آمين. وما زلنا نتكلم في الجزء الثاني عن أهل التقوى. هو بيتكلم إن مراتب التقوى 6، فاتكلم عن المرتبة الأولى وهي النية والقصد، والمرتبة الثانية وهي التزكية، والمرتبة الثالثة وهي التخلية من المعايب الظاهرة والباطنة، وما زلنا في المرتبة الثالثة. يقول: والله جلت عظمته وقدرته يسوقك إلى أعظم وأعز وأكمل ما في الوجود، كما قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وربنا يعدنا إيه؟ مغفرة وفضل. نمشي مع مين؟ فين أهل العقول؟ تمشي مع ربك، تمشي مع الشيطان اليائس ده، من اسمه يكرهك فيه. إبليس يعني إيه؟ من أبلس يعني يائس، يعني اليائس. والنبي إمام المتفائلين، فهمت؟ عرفش اليأس ده، لأنه ينظر للأكوان بإيه؟ بنظر الله عز وجل خالق كل شيء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال جل ثناؤه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هو أن الإنسان يعرف كيف يضع الأمور في نصابها كلما التبست عليه الأحوال، يبقى حكيم. تبقى الأمور ملتبسة ويختار الحاجة اللي هي الصح، يبقى ده اسمه حكيم. إنما اللي ما عندوش الحكمة يتلخبط، الأمور ملتبسة مشتبكة كده، مش عارف هو الصباع ده تبع الإيد دي ولا تبع الإيد دي ولا تبع، كله داخل في بعضه كده. الفتن كده، اشتباك الحق مع الباطل اشتباك، بحيث يصعب تمييزه إلا لحكيم. آدي ومن يؤتى الحكمة بقى يعرف فين مراد الله في الحكمة. شفت أنت سيدنا علي سبق الصحابة إزاي لما حصل الالتباس بعد مقتل سيدنا عثمان؟ كان أحكامهم سيدنا علي، شايف الحكمة فين وماشي بهمة وعزم، ما ترددش لحظة، فهمت؟ لكن غيره تردد، وغيره توقف، وغيره ما ردش دعوة، وغيره ما ليش دعوة، وغيره كسر سيف، وغيره التبست الأمور. فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهمت؟ يبقى الحكمة انك انت كيف تختار عند التباس الأمور بما لا يعود عليك بالندم، فهمت؟ بحيث لو عادت الأيام تختار برضو كده، فهمت؟ هو دي الحكمة. والحكمة إذا أردتها منصوصة فهي القرآن والسنة. لو عايز تحول بقى الحكمة إلى كلام، تحط القرآن والسنة على طول كده، يعني تحط النبي. مش النبي هو القرآن والسنة يا ابني، ما اجتمعوا فيه، فهمت؟ القرآن في قلبه والسنة على لسانه، فهمت؟ يبقى اللي عايز الحكمة يمشي ورا النبي خلاص، فهمت ازاي؟ بعد النبي يمشي ورا علي، فهمت؟ بعد علي يمشي ورا آل البيت لحد ما تقوم القيامة. شفت الطريقة؟ النبي عمل لنا بوصلة توجه فيها اتجاهك يا عشان ما تلتبس عليك الأمور. قال جل ثناؤه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. شوف الألباب دي جمع لب، واللب عقل العقل، يعني يبقى عندك عقل في عقلك،
لأنك لو تمشي بعقلك فقط بدون ما يبقى في عقال للعقل، العقل بتاعك ده يوديك حتة بعيدة قوي. لكن لازم العقل نفسه يبقى معقول. ايه اللي بيعقل العقل؟ الجب. فهمت؟ وقال جل جلاله وعم نواله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. طب ما هو ذلك الفوز العظيم ماشي، ايه هو دي؟ يسمون ضمير منفصل لتوكيد المعنى. لكن لو قالك ذلك الفوز العظيم ماشي برضه، لكن ليه يقولك ذلك هو؟ يعني انتبه. فاللغة العربية دي ما تلاقيش ليها مثيل في الكلام، فهمت بقى؟ عشان تغرس المعاني جوه قلبك. ذلك هو الفوز العظيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. آمين آمين يا مولانا يا رب العالمين ويا معين يا الله. ولذلك علينا بالتوبة وتجديد العهد مع الله ظاهرا وباطنا، لقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوف الفلاح غاية النجاح وغاية السرور وغاية المراد والفلاح. يجي بدايته ازاي؟ بالتوبة. وقبل التوبة الأدب مع النبي، زي ما قلت لك أول آية: أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تقولوا راعنا. اتقدم مع الحبيب. وآخر آية في أيها الذين آمنوا في القرآن في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبقى أنت بين الأدب والتوبة تكون في الأمان في طريقك إلى الله. شفنا مسلمين ما عندهمش أدب مع النبي، وادعوا أنهم تائبون لكن لم ينتفع بهم ولم ينتفعهم بأقوالهم ولا أعمالهم، لأن خلى الأدب. طالما الأدب اتشال ما فيش أجر، فيش قبول. القبول مش بصحة العمل فقط، بصحة العمل اللي خارج من المؤدب يجي القبول. شوف: إنما أتقبل الصلاة، أي الصلاة الصحيحة، ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وقطع النهار في ذكري. شوف الأداب دي لو مش موجودة والصلاة صحيحة مفيش قبول. يبقى سر قبول العمل عند الله الأدب، فهمت؟ والأدب ده ما تجدوش إلا عند أهل الأدب، ولا يكون إلا مع الله ورسوله، ثم مع آل البيت، ثم مع سائر المؤمنين، ثم مع سائر الناس، ثم مع سائر الكون. الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك، يرحموا من في الأرض، رحمة عامة بقى. شفت؟ يتسع يتسع. يبقى الأدب يدلك لكل خير. يبدأ أدب مع الله، ثم مع رسوله، ثم مع المؤمنين، ونخص منهم آل البيت لمزيد إيه؟ التوصية بهم، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك يتسع فيشمل غير المسلمين، مطلق أخويا في الإنسانية، لأنه أبوه وأمه واحد، أبوه وأمه هو أبويا وأمه، كلنا الآدم وآدم إيه وحواء هم اللي أنجبوا ده كله، وبعدين كلنا كمان من تراب، آدم من تراب، يعني تواضع، تواضع، ما تقولش أنا ابن آدم اللي ربنا أسجد لي الملائكة وتمشي تتقالط، لا يا آدم من تراب، اتواضع بقى، فما تتقالطش على الناس وتتكبر لخصائص وضعها فيك، فهمت؟ عشان كده قال لك ايه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فان سعادة الدارين بالتوبة الى الله. تاب يعني ايه؟ يعني عادة. واناب يعني عادة. وآب يعني عادة. في توبة وفي انابة وفي اوبة. ايه الفرق بينها؟ كلها العودة الى الله. التوبة تكون من التقصير، كويس، خوفا من العقوبة. والإنابة تكون حبا لله، عودة لله حبا في الله، مش بيبص لحاجة تانية. فهمت بقى ازاي؟ طيب، والأوبة، والأوبة تكون خشية من الله. يبقى لو غلب عليك الخشية تبقى أواب، لو خشب عليك الرجاء وحب الله تبقى ايه؟ منيب.
واخد بالك؟ ولو غلب عليك الخوف من العقوبة تبقى تائب، فهي درجات، فهمت بقى؟ لكن كلها مطلوبة. فالتوبة للعوام، والأوبة والإنابة للخواص، وما يتذكر إلا من ينيب. شفت بقى أهل التذكر، فهمت؟ إنه إيه كان أواب على سيدنا إيه أيوب، وهكذا. تعرف بقى تترجم الحاجات دي كلها في كلمة واحدة في لغات أخرى، تحط قدام التوبة كلمة بالإنجليزي أو الفرنسي، وبعدين قدام الإنابة كلمة تانية، وقدام الأوبة كلمة تالتة. فيش اللغة زي العربي، عشان كده القرآن نزل عربي، علشان بيعبر الكلمة نفسها بتعبر عن معنى ظاهري ومعنى باطني يختلف باختلافه، في حين ان كلهم مجموعة في معنى العودة الى الله، لكن دي مختلفة عن دي، ودي مختلفة عن دي، ودي مختلفة، لان دي مراتب، الناس مراتب. فان سعادة الدارين بالتوبة الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس توبوا الى ربكم فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة. اتوب اليه في اليوم 100 مرة، يعني اعود اليه ليغفر ذنوب امتي، لان انا مالوش ذنوب. يبقى لما النبي يقعد يقول استغفر الله، يعني استغفر الله لامتي، استغفر الله لامتي، استغفر. فهمت بقى ازاي؟ فاستغفار النبي شفاعة لأمته. وعشان كده بيقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يغان يعني يجي لي حاجة كده على قلبي، طبق على قلبي كده. إيه اللي بيجي على قلب النبي الطبق على قلبه؟ ذنوب أمته وخوفه عليهم من عقوبة ربنا ليهم. تبقى يبقى مهموم. هو النبي بيقول: أنا منكم منزلة الوالدي لولدي. فشوف أنت الأب لما يشوف ابنه ماشي في طريق فيه يستوجب العقوبة، يبقى قد ايه في قلبه غم. فالنبي بيحصل له الحكاية دي، تعرض عليه اعمال امته يلاقي فيها ذنوب كتيرة، يوم قلبه يحصل له حاجة اسمها الغين، يغان على قلبه، فيقوم يقاوم هذا الغين بايه؟ بانه يشفع ليهم فيستغفر لهم، واني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة حتى يزول هذه الذنوب المستوجبة للعقوبة، فيكون استغفاري بالنيابة عنهم. شفت بقى؟ يبقى النبي شافع في كل لحظة، مش مستني يوم القيامة يشفع، ده بيشفع في كل لحظة، فهمت؟ وسيدنا علي بن عبد الجبار الإمام الشاذلي إمامنا وشيخنا، مرة وهو شباب كده في عباداته يعني، أرى الحديث ده، هل إيه اللي يغان على قلب النبي ده؟ غريبة بقى، مستعجب ونايم مهموم بالحديث ده. يوم يجي له الحبيب في الرؤيا يقول له ايه؟ غين انوار لا غين اغيار. بيحلله الاشكال. يبقى غين للنبي عنده ايه؟ غين انوار الترقي، ده بينه وبين ربه، وغين يحجبه عن هذا الالتفات لهذا الترقي بحمل هم ذنوب امته. فهمت بقى؟ لان النبي لو عين على الحق بيترق، وعين على الخلق بيشفع، فلو عينان، فإذا نظر للخلق غان عليه قلبه، اهتم لأمته، وإذا نظر للحق غان غين أنوار للترق. فهمت بقى؟ عسى الله أن يعافينا بعد ذلك لنعالج إخواننا بما عالجنا به ربنا جل مجده القائل: ولمن خاف مقام ربه جنة. ولمن خاف مقام ربي يعني مقامه أمام مولاه للحساب. ولتمام الفائدة ولمزيد من الاتعاظ والعبر، نسوق قصة عبد من عباد الله تعالى وقع له من الكرم الإلهي بعد توبته بما وقع في خاطر سره بينه وبين ربه عز وجل. يروى أنه كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. تحبوا أنتوا الحكاوي صح؟ هو ربنا خلقنا بنحب الحكاوي، عشان كده القرآن مليان قصص، عشان يدي لك العبرة في وسط القصة. لأن الإنسان، أنا ما بخطب الجمعة لأن الناس سرحت، أقول إيه؟ كان في من قبلنا، كان في إيه؟ يصحصح على طول، واخد بالك؟ تلاقي الناس كلها صحصح. فالحكاوي دي مهمة
إذا كان فيها العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففيها عبرة. يروى أنه كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شاب متعبد قد لزم المسجد، وكان عمر معجبا به، وكان له أب شيخ كبير، فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبي. العتمة اللي هي صلاة العشاء كان الأعراب يسموها العتمة، اللي احنا المصريين نقول العتمة بتسكين إيه التاء يعني الظلمة، لأن بعد المغرب لسه في ضوء برضو بقايا، الضوء اللي يسموه الشفق الأبيض، واخد بالك؟ وبعد الشفق الأبيض إيه؟ الشفق الأحمر، الأحمر الأول وبعدين الشفق الأبيض، وما يغيب الشفق الأبيض إيه؟ الأحناف يأذنوا للعشاء، لكن الشافعية يأذنوا للعشاء لما يغيب الشفق الأحمر. يعني أذان العشاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة قبل أذان العشاء بتاع الأحناف بحوالي 40 دقيقة. شفت قد إيه؟ طب والنتيجة دي؟ العشاء بتاعتها على مذهب الأحناف خروجا من الخلاف، الشمس بتنزل في الأفق بيبقى في حمرة، والحمرة دي بعدها بياض، مش كده؟ لما تختفي الحمرة دي دخل وقت العشاء، يعني تصلي العشاء عند الملكية والشافعية والحنابلة لما الحمرة تختفي، كويس؟ لكن الأحناف قالوا لا، النبي بيقول لك بغياب الشفق يدخل وقت العشاء بغياب الشفق، فالأحناف قالوا الشفق مشترك بين الأبيض والأحمر، لفظ مشترك، فنأخذ بالأحوط وناخذ اللي يتأخر الأبيض، فهمت؟ الشافعية قالوا العربي القرشي لما نقول له الشفق إيه اللي يجي في باله؟ يقول لك الشفق الأحمر، فخدوه بلغة لأنك إيه اللفظ إيه بلغة العرب القرشيين، فهمت بقى مذهب الشافعية؟ أنا بقوله لك ليه؟ علشان ما تأخرش المغرب أوي، لأنك لو صليت المغرب بعد غياب الشفق الأحمر بقت قضاء عند الشافع والمالك، فما تأخرهاش، عشان كده القطها بسرعة. يقول لك المغرب غريب، يعني غريب يعني إيه؟ يعني جاي واقف على رجلي كده ما يقعدش، بص كده تنه ماشي، فهمت ازاي؟ ادي المغرب غريب، فتروح مصليها على طول. ليه؟ احتياطا، بدل ما تصليها بعد نص ساعه يبقى انت بتصليها قضاء على ثلاث مذاهب واداء على مذهب واحد، فهمت؟ خد بالك من المغرب كويس. الفجر الشفق بزوغ الفجر اللي هو ايه؟ الفجر الصادق اللي هو المستعرض، يعني انت لما تبقى قاعد في حته صحراء أو أرض كده خلا ما فيش أي مباني بينك وبينها الأفق، لو شايف الأفق وما يكونش في أي سحاب، بيجي قبل الفجر بحوالي 45 دقيقة كده يجي لك ضوء كده ينعكس الشمس تحت الأفق، هتطلع، أنت مش فهمت إزاي؟ فأول ما توصل لزاوية معينة يطلع ضوء منها عمودي على الأفق وبعدين يختفي، ده اسمه الإيه؟ الفجر المستطير، مش هو ده، ده الفجر الكاذب، ده اللي ممكن تتسحر بعد ما يزل، اللي هو بيبقى معاده بداية الأذان الأول، لما تروح المدينة يقولك في أذان أول وأذان تاني، يبقى ده اسمه الفجر الكاذب، اللي هو إيه؟ عمودي على الأفق كده، بيبقى شعاع بيجي من تحت الأفق ينعكس ويعمل لك صوت كده وبعدين يفوت، تشوفه للي عايش بقى في الحتت الخلا، لكن انت طول ما انت عايش في وسط الجدران دي ما بتشوفش حاجه خالص، انت دوب بتسمع الراديو. بعد بقى ايه؟ بعد ما يجي لك الفجر المستطير ده اللي هو ايه؟ الكاذب ده، تقرب الشمس شويه من تحت الافق، تقرب تقرب تقرب، يقوم يجي منها ضوء مستعرض انعكاسي كده مستعرض بالعرض كده ويختفي برضه، هو ده اذان الفجر الصادق. تأذن الفجر تقول الله أكبر ويبدأ الصوم ويحل صلاة الفجر، فهمت بقى؟ هنا بقى على الفجر الصادق، تملي العيال الوهابية يشككون في النتيجة بتاعتنا، هم يشككون في علمائنا ويشككون في النتيجة ويشككون في الأمة كلها مشركة ويشككون حتى في إيه؟ فيما استحدثه المسلمون من أمور مفيدة لتحقيق الشرع الشافعي يقول عليها بدعة، مش عارف، يشككها في كل حاجة، عشان اما تشك في كل حاجه يقول لك انا بس اللي ما عنديش شك، تعالى لي يا حبيبي، يقوم يوديك النار، بس تمشي ورا بقى، هتمشي ورا يوديك فين؟
هيوديك للشقاق والنزاع والكبر والغرور والشعور بالتميز واخد بالك وانتقاد الاخرين. دي مشكله كبيره. يعني هيوديك في ايه؟ في مصيبه سودة. فانت اول ما تشوفه جاي كده تقول انا حاسس بمصيبه جايه لي، يا لطيف يا لطيف. فهمت بقى؟ المهم الشاب ده المتعبد ده اللي سيدنا عمر مبسوط منه وفرحان بيه ومتابعه من بعيد لبعيد كده وما شاء الله، بعد ما يصلي العشاء ايه سماه هنا العتمه او العتمه، انصرف الى ابيه وكان طريقه على باب امراه جميله كده، ملاحظه الواد ده رايح جاي كل يوم بعد العتمه كده، فافتتنت بيه حبته، فكانت تنصب نفسها له على طريقه، ايه تروح واقفه له قدامه كده، يعني ايه تقطع عليه الطريق عشان يبص لها وتكلمه وتعمل كده. فما زالت تغوي حتى تبعها، فلما اتى الباب دخلت وذهب يدخل، فتذكر قول الله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، فوقع على الارض مغشيا عليه. شفت بقى، تذكروا فاذا هم مبصرون، يعني وجاله طائف من الشيطان، فربنا علشان هو من المتقين قام ربنا ذكره في الوقت المناسب. عارف لو كانش من المتقين كان وقع في الزنا وعاش حياته ايه ملوث وملطخ، لكن هو لانه اصلا تقي يوم ربنا ايه ذكره في الوقت المناسب. فوقع على الارض مغشيا عليه، فدعت المراه جاريه لها فتعاونت عليه فحملتا الى بابه. قامت الست لما لقيته غموا عليه كده على الباب، مصيبه جايه لها هيجي متعده فراحت جابت الخادمه بتاعتها وسندوه وصلوا بيته، مش عايزين منك حاجه يا عم. فدعت المراه جاريه لها فتعاونت عليه فحملته الى بابه، فخرج ابوه الشيخ يطلبه فاذا بي على الباب مغشيا عليه، فدعا بعض اهليه فحملوه فادخلوه، فما افاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فقال له ابوه مالك؟ قال خير. قال فاني اسالك، فاخبره بالامر، يعني لح عليه ايه اللي جرى لك، فالح عليه فاخبره بالامر. قال اي بني واي ايه قرات؟ قال فقرا الايه التي قرا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، فخر مغشيا عليه، فحركوه فاذا هو ميت. فلما اراها تاني وبيحكي له فغسلوه واخرجوه ودفنوه ليلا، فلما اصبحوا رفع ذلك الى عمر، فجاء الى ابيه فعزى به وقال الا اذنتني؟ قال يا امير المؤمنين كان الليل، يعني ما قلتليش ليه عمر بيقول لابوه ليه دفنتوه وما قلتليش بالليل، انا كنت عايز احضر دفنته، يعني سيدنا عمر كان بيحبه مبسوط منه. الا اذنتني؟ قال يا امير المؤمنين كان الليل. فقال عمر اذهبوا بنا الى قبره. الله ده بيزور القبور. فاتى عمر ومن معه القبر، فقال عمر مخاطبا الشاب، الله ده بيكلم المقبور، واحنا يقولون لو كلمت المقبور تبقى مشرك، مش كل ده كل ده عشان تعرف انهم شويه جهله مصايب. فاتى عمر ومن معه القبر، فقال عمر مخاطبا الشاب الذي مات من شده خوفه من الله، قال يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان. فاجابه الفتى من داخل القبر، يا عمر قد اعطانيهما ربي في الجنه مرتين. الله بقى دي كرامات الصحابة بقى، كرامات الصحابة. طبعا انت لو رحت القبر وكلمت المقبور ورد عليك هتتجنن ان شاء الله وقلبك هيقف وهيجرى لك اللي يجرى لك. ولواقع هذا المقام العظيم اقول جنات ذكرك في الفؤاد معالم، ومعاني حبك للجنان حنان، ووداد حبك للجنان محاسن، تبقى وحبك للنعيم جنان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك، اللهم كرمك اللائق بذاتك الأقدس يا الله تبارك ربنا وتعالى وتقدس، يا لطيف يا واسع يا عليم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الجوادين يا الله. آمين آمين.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسلك عليه وعليهم أجمعين بعدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وبعدد كل معلوم لك وعلى أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد. آمين آمين يا مولانا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم الجزء الثاني بتوفيق الله تعالى من الرسالة الثامنة، ويليه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى، وهو يتحدث عن المرتبة الرابعة من مراتب التقوى الستة، وهي العمل بالمبرات أو الطاعات، وهي الأركان الخمسة في الإسلام. ونرجوه أن يختم لنا بالخير وأن يوفقنا للإعراض عن الغير، والحمد لله بدءا وختاما ويوم العرض عليه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله في ترويحة اليوم، ندخل في الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.